مهرجان عالمي يهدف التنشيط التجاري والسياحي لهذه المحافظة الساحلية. والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مصطفى ميزار في الانتظار. شكرا من جديد هبة وشكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا ومحطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، وحار رطب على باقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية جمهورية مصر العربية. نبدأها من القاهرة، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25، ويكون الجو فيها حار في الأسكندرية 32، 26 يكون الجو حار في مطروح 31، 24 يكون الجو حار في بورسعيد 33، 25 ويكون الجو حار في الإسماعيلية 37، 24 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 36 درجة والصغرى 24، ويكون الجو فيها حار في العريش 34، 24 يكون الجو فيها أيضا حار، في طابة 36، 26 يكون حار في شرم الشيخ 38، 29 ويكون الجو فيها حار في الغردقة 38، 28 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة والصغرى 27، ويكون الجو في الأقصر شديد الحرارة. في أسوان 42، 29 شديد الحرارة، في الوادي الجديد 42 أيضا 25 ويكون شديد الحرارة، في شلاتين 39، 27 يكون الجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 36، 28 ويكون الجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.